أعلنت دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن إطلاق 20 قافلة طبية مجانية للصحة الإنجابية وعن تنظيم الأسرة في 57 قرية من القرى الأكثر احتياجا على مستوى 17 محافظة ضمن مبادرة أيامنا أحلى، وذلك ضمن القوافل الدورية التي تنظمها الوزارة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. هذا وأشار المتحدث الرسمي للوزارة لتوفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع القوافل، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشهورة لرفع الوعي الصحي عن خدمات وسائل تنظيم الأسرة ومردودها الإيجابية على صحة الأم والطفل.